ورفيقي راشد، إيه على جثتي ما بصير هالحكي. يو وليش لحتى ما يصير؟ لكن إن شاء الله، إن شاء الله تجنينيني. والله شغلي ما بتفوت العقل. لك أنت أمي ست مقدرة، هلا تقدك وأمي بدك تتجوزي رفيقي، ولك رفيقي ولك راشد. حبيبي يلي أنا عم أعمله لا له عيب ولا له حرام، واللي بدي إياه رح بيصير. إيه لا إيه لا، ما حذرته منوب، هالجوازة ما رح تصير، يعني ما رح تصير. روح اعمل اللي بدك إياه، بلّت البحر. ولك ما لقيتي غير راشد؟ ولك روح من وشي. ها لقيتي غير راشد؟ إيه راشد، شو راشد؟ كلمتين ما في غيرهم. بتروح لعند امي هلا وبتقلها انك شلت من راسك قصه الجواز منها منوب. ايه بس انا ما بدي اشيل قصه الجواز من امك، بدي اتجوزها لامك. لك خلاص خلاص خلاص، ما عدي اسمع هالكلام على لسانك بالمره، عم تفهم شو عم بحكي؟ ايه بس انا طالب امك بالحلال على سنة الله ورسوله. لك شو مين اللي طالب امك بالحلال؟ لك جنيت انت جنيت. بس انا بحب لامك. شو بتحب انا امي؟ شو بتحب انا امي؟ شو الشغلة على كيفك؟ ليك هاشم قسما بالله اذا ما بتبعد رح روح على الكركون واشتكي عليك انك انت اجيت وتهجمت علي. وشو بدك تطلع منك؟ شو بدي اطلع مني؟ ايه بدي اكبرها القصص اكثر بكثير. ها مو بس هيك، رح اكبرها كثير كثير. ماشي اعمل وكثر اذا ما بتجوز امك. والله شوف إذا بترضى فيك الحاجة لا تقصر. والله تبخوش بدني من كلام الناس، سكرت الدكانة وبريم على البيت. ايه مو لأنه حماتك ما بتستحي؟ ايه من بعد ما مات جوزة من رجال لرجال. خلصنا بقى، ما بدها تحكوا عليها كل هالقد للمخلوقة، ايه ما عم تأذي حدا. هلأ شوفي، نحن عن جوازاتها ما حكينا، بس تتجوز رفيق ابنها يا لطيف على هالعيبة. مو طالع شي بالإيد يا مو، مو طالع شي بالإيد يا مو. الله يرضى عليك، خدها لعند أمها شوي بركي بتلتهى فيها وبيرجع لعقلها. ضبي غراضك والبسي ملايتك ويلا لعند أمك. شو عم تحكي أنت؟ بدك تحرتني مشان ذنب ما لي على قفي؟ ذنبك إنها أمك. يلا خلصيني. يلا 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 يلا, يلا روحي انقلعي. يا عينك يا سحر، لحتى خلي جوزك هذا ابو راس مطخي يجي لعندك ويعتذر لك ويبوس ايدك لحتى تقبلي ترجعي له. يا مو انا ما بدي يبوس ايدي، انا بدي ما ينخرب بيتي. ايه اطمني ما رح بيصير هالشي. يعني رح توقفيها جوازتك من راشد؟ ما لا، رح اتجوز راشد ولو الدنيا كلها وقفت بوشي. وينك بكره من الصبح؟ رح اخلي اخوك يروح على الدكانه يسكرها ويقلع جوزك منها. لك لا انا مو مشان هيك عم بحكي. ولك هس ولا كلمه، انا اللي بدي اياه بده يصير، واذا ما كبرت ما بتصغر. فهموا كلياتكم هالشي. شو يا ما بلاقيك راجع من الشغل بقى؟ ما ضل في شغل يا مو. شو يعني؟ يعني حماتي قلعتني من الدكانة اللي سلمتني اياها لاشتغل فيها وقت اللي تجوزت بنتها. يخرب بيتها من حالها ان شاء الله. نحن غلطنا وقت اللي حربنا سحر على بيت اهلها يا مو. هلا هيك الحكي صار؟ يا مو حماتي حرب حياتها، وسحر ما لها ذنب اللي عم تعمله امها، لكان اخسر بيتي وشغلي احسن. تضرب مرتك وبيتها وشغلها وحماتك كمان. مضطر يا مو،
مضطر. وليش مضطر بقى؟ لأنه هذا الشغل هو اللي فتح البيت وهو اللي الله رزقنا فيه. ايه مزبوط، والعماية اللي عم تعملها. خلاص ما يا مو، أنا رايح صالح بيت حماية ورجع مرتي. مثل ما بدك. خاطرك. الله معك. يلي عملته أمك عيب كبير. واللي عملته أنتو مو قليل بنوب مرت عمي. والله نحن بصراحة بدنا مصلحتها، لأنه الناس كلها عم تحكي عليها. هلأ اللي صار صار وما عاد ما نحكي فيه. إيه مزبوط يا مو. سحورة إيه متعرس أمك؟ يا مو شبنا يا مو؟ مشان قوم بالواجب تقبريني. ما بعرف مرت عمي، ما بعرف، ما بدي أخلص من هالسيرة بقى. خلصنا من السيرة بقى، خلصنا. ربي يغنيك عنا وعن شغل تبعك. آمين آمين يا رب العالمين آمين. شو هذا ولا هاشم؟ شوف لي هالذهبات، هدول كلهم حلال زلال عليك، بس بدي منها تشلي فكرة جوازتك من أمي من راسك. إيه ما فشرت، ما رح شيل جوازة أمك من راسي، أنا بحبها لأمك. إيه والله إذا بتشلشلني بالذهب من ساسي لراسي على إني أترك أمك، ما رح أتركها وبدي أتجوزها لأمك لأني بحبها. عم أقول لك إنه ينقال أقوالك إن شاء الله. يا قليل الأدب ويا قليل الترباية. هات لشوف، هات أعطيني ساقط البيت وساقط الدكانة أوام، ولك هاتون اتحرك. هي ساقط البيت يا مو، هي ساقط الدكانة. ايه هيك. وينها؟ من اليوم ورايح انت مالك ابني، ولا بتقعد ببيتي ولا بتقعد بدكانتي ولا بتشتغل فيها، وحتى الارض اللي بدي اشتريها لا تحلم انك تستلمها، وكمان البنت اللي بدك اياها لا تحلم اني جوزك اياها، فهمت؟ يا مشان الله يا مو. الله يخليك، الله يخليك سامحيني. والله ما قصدي انا يا اصبعي. توبريني محبوبة، ولد صغير سامحي. رح سامحه مشانك. يلا لشوف، تحرك روح من هون. درمة يلا يلا، اسمع كلام أمك. يلا أبي يلا، واقف لي مثل العمل الردي. لك الله يكبر لي شانك. الله يخلي لي إياك يا رب. شو بدي أقول لك، يعني أنا أجيت هلأ مشان أحكي معك، يعني شو رأيك إنه الخميس الجاي نتجوز؟ إيه والله والله، إذا بتقولي لي اليوم لأجي لعندك كواع وركان، قسما بالله أحب على قلبي. ولا؟ يا ما تأخرتي على البيت؟ ما قلت لك تروح أنت؟ روح! يلا أبي يلا، روح على بيتك يلا أبي. ما قلت لي شو رأيك؟ من عيوني، اعتبري الخميس رح نجتمع ببيت واحد. يلا توبري. وهاين علي وقفتك بالشارع امشي. حاضر محبوبة. ولك مخطوف الرابة. ايه يا مو ايه. شو حبيبي؟ عجبك بيتك الجديد؟ اللي عاجبني صاحبته للبيت. عم تحرجني. ايه والله. شو بدنا نساوي هلا؟ وين غرفة نومك؟ تعي لقلك تعي.
مساك أبي. أبي مساك مساك. خذ مني خذ، لا تستحي. طلع شوي ضمضرمة يلا. يلا حرك. ولك يبرني الغنوش. خير؟ يعني شفناك طلعت من البيت بدون ما تخبر حدا، لقنا عليك الا لحدا نسأل عنك. لا سيدي، لا ينشغل بالك على غالي، من هلا ورايح لا بقى تستنوني. شو قصدك يعني؟ امك طالق. طالق؟ طالق. لك افتح يا واطي يا جبان، افتح. امك طالق، انا طلعتها لامك. خلاص ولا افتح يا شو؟ امك طالق يلي عنده خبز يابس، يلي عنده خبز يابس، يلي عنده خبز يابس، خبز يابس، خبز يابس، يلي عنده خبز يابس. لأعطلك هالكلب الواطي راشد قبل ما يبيعون عند الصايغ. شو؟ ولك اه يا ابن الحرام يا راشد، ولك انا محبوبة خانم بيعمل فيي هيك؟ والله والله لقتله واشرب من دمه والله. لا ما عاد في داعي، لا تقتلي ولا تشربي من دمه. لقطوه وحبسوه وحطوه بالسجن. واعترف؟ مو بس اعترف، طلع كمان كان بده يهرب فيهم للمصاري ويسافر. شو بدك احسن من هيك؟ ولك الله لا يوفقه، يخرب بيته على هالعمله اللي عملها فيي. في عمله ثانيه يا مو. شو عمل كمان؟ طلقك. طلقني؟ ايه يطلق وبالناقص. أنا بكرة بيجيني سيد سيده.